السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الطيب محمد يحيى وأصدقائي أمين تونسي ودانا يحيى تحت إشراف أستاذ الفاضل مشكور خالد. سنقدم لكم تلخيص الدرس المشهور القائم لبريز دغوا والأسطوانة القائمة لسيلان دغوا. المشهور القائم هو شكل هندسي مجسم قاعدته على شكل مضلع ثلاثي أو رباعي أو خماسي ووجوهه الجانبية كلها مستطيلة. فهناك مشهور قائم ذو قاعدة رباعية ومشهور قائم ذو قاعدة ثلاثية ومشهور قائم ذو قاعدة سباعية ومشهور قائم ذو قاعدة ثلاثية ومشهور قائم أيضا ذو قاعدة خماسية. المشهور القائم قاعدته على شكل مثلث. المساحة الكلية هي لا سيرفاس توتال. مساحة القاعدتين هي لا سيرفاس دي باز. المساحة الجانبية هي لا سيرفاس لاتيرال. وإذا قمنا بعملية بجمع المساحة الجانبية والمساحة القاعدتين سنجد المساحة الكلية التي هي سيرفاس توتال. فمثلا هنا القاعدة التي سنستخدمها هي S2 زائد S1 تساوي S total أو المساحة الكلية. فلحساب S1 سنقوم بمساحة القاعدة في 2 تساوي مساحة مستطيل في المثلث في 2 تساوي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2 في 2 تساوي القاعدة في الارتفاع. والمساحة الجانبية سنقوم بمحيط المثلث في الارتفاع هي كوتي 1 زائد كوتي 2 زائد لاباس فوا لاوتور. سنمر إلى المشهور القائم قاعدته على شكل شبه منحرف. فهنا لحساب مساحة القاعدتين سنقوم بمساحة القاعدة في 2 أو مساحة شبه منحرف في 2 هي القاعدة الصغيرة زائد القاعدة الكبيرة في الارتفاع مقسوم على 2 والكل في 2 أو بطريقة أبسط القاعدة الصغيرة زائد القاعدة الكبيرة في الارتفاع. ولحساب المساحة الجانبية هي مساحة هي محيط شبه منحرف في الارتفاع هي ال ب أو ال ب كبيرة زائد ب صغيرة أو القاعدة الصغيرة زائد القاعدة الكبيرة زائد كوتي 1 زائد كوتي 2 في الارتفاع. والآن سنمر إلى المشهور قائم قاعدته على شكل مكعب. لحساب مساحة القاعدتين سنقوم بمساحة مربع في 2 هي كوتي فو كوتي فو 2 هي 2 مساحة المربع. ولحساب مساحة جانبية هي تقريبا نفس الشيء لكن بدل أن سنقوم بكوتي فو كوتي في 2 سنقوم بكوتي في كوتي في 4 تساوي 4 من مساحة المربع. والآن سنمر للمشهور القائم التي قاعدته على شكل متوازي الأضلاع لو بافي. هنا لحساب مساحة القاعدتين سنقوم بمساحة المتوازي المستطيلات في 2 متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع في 2 هي ب صغيرة أو القاعدة الصغيرة في الارتفاع في 2. وحساب مساحته الجانبية سنقوم بمحيط القاعدة في الارتفاع تساوي A زائد B في 2 الكل في الارتفاع.
الآن سنمر إلى المنشور القائم التي قاعدته على شكل متوازي المستطيلات. هنا لحساب مساحة القاعدتين، سنقوم بمساحة القاعدة في الإثنان هي la longueur fois la largeur في إثنان، وحساب المساحة الجانبية سنقوم بمحيط القاعدة في الارتفاع هي L زائد L longueur plus largeur في إثنان كله في الارتفاع. والآن سنمر إلى أسطوانة القائمة le cylindre droit. لحسابات مساحة القاعدتين نقوم بمساحة القاعدة في إثنان، مساحة الدائرة في إثنان، إذا R فوق R فوق P في إثنان. وحساب المساحة الجانبية سنقوم بمحيط الدائرة أو القاعدة في الارتفاع هي إثنان في P في R في H. ولا تنسوا الاشتراك في القناة.